السلام عليكم خوتي متتبعين القناة، نتمنى تكونوا بخير داخل المغرب أو خارجه. بنتشارك معكم هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه الطريقة ديال رضاعة صغار الأرانب، أسهل الطرق وأحسن الطرق باش تخلي تحافظ على جميع الخلفة ديال صغار الأرانب، خصوصا فصل الشتاء. كيف كتشوفوا من نهار ولدات أنا بقيت سادة ليها، يعني بالرضاعة الحبيسة، حسب كل واحد القفوصة اللي عنده واش بروفيسيونيل ولا يعني. وكنجي كل مرة كل جوج مرات كل نهار، يعني كل 12 ساعة كنفتح عليها أنا، نخليها تدخل ترضع. هادو الإناث اللي كيكونوا عارفين شنو خصهم يديروا. كاينين شي إناث اللي كيكون أول ولدة ليهم مازال ما عارفينش كيفاش يرضعوا ولادهم، حنا خصنا نعلموهم، وهذا الشيء كيبان من الاول، يعني من عش ديال الولاده كيبان لك الانثى واش عارفه شنو دير ولا ما ديرش. اغلبيه الاناث اللي ما كيعرفوش غاديين شي يعرفوا يردوا ولادهم، كتلقاهم اول ولده ليهم ما ناشفينش الزو ديالهم، ما مغطينش ولادهم مزيان بزاف الاشياء بحال هكا. هادو العلامات كيدلوا على ان الانثى مازال ما عارفه شنو دير، خصنا حنا نعلموها. كيف شفتوا اخوتي، قلت لكم من نهار ولدات بقيت سادة ليها، وجيت من بعد 12 ساعة حليت على بيت الولادة، خليتها شي ساعة هو مفتوح، ما دخلاتش رضعت ولادها. هذيك الحالة انا ما كنبقاش نتسنى هي واش ترضع ولادها ولا لا، خصني انا نزا ونعلمها كيفاش ترضع ولادها. وغادي نشوفوا دابا الطريقة كيفاش كنتعامل معها باش ترضع وليدات ديالها ونحافظوا على الخلفة ديالنا. وبهذه الطريقة هذه كنخليو الخلفة كاملة ترضع، وكاملين كيبقاو بدون مشاكل، يعني مجموعين مع بعضياتهم، مسدود عليهم حتى واحد ما غيوصل عندهم للأم ديالهم، لا هما غادي يخرجوا شي بلاصة اللي غادي تقدر تدخل عندهم الأم ديالهم، يبغيو يرضعوا يلصق شي واحد في الحلامة، يخرج من بين خوتو والحال بارد، يعني ما يفوتش واحد 3 سوايع ولا 4 شكد غادي يموت. نهادة كنبقاو سادين عليها في هاد الطريقة الرضاعة الحبيسة، وكنجيو جوج مرات في النهار، يعني كل 12 ساعة كنردوها واحد 3 دقايق ولا 5 دقايق ونردوهم لبلاصتهم. كيف كتشوفوا خوتي، هكدا نجبدو هادي هي الأولى، هي الخلفة ديالها اللهم بارك. شوفوا هي بدات كتولف حتى هي، كنجيبها هنايا كنحطها هكا، ونجيب ليها الوليدات ديالها بالواحد بالواحد، نحطو واحد تحت منا يبدا يرضع. كيف ما غادي تشوفوا دابا خوتي، اوكي كتشوفوا خوتي هكا نشدو ليهم البن ديالهم تكبر دا. كتبدا تولف اخوتي بشويه بشويه، ترضع وليداتها نوحدو بهاد الطريقة اخوتي. كاملين كيردعو تقريبا كمية واحدة، بمعنى ملي كنشوف شي واحد رضع مزيان الكرش ديالهم تعلقات مزيان كنحيدو، كنخلي فرصة للخوت الآخرين أنهم يرضعو. هذه العكس اللي غايديرها الا دخلت رضعات بوحدها، يعني اللي صحاح ديما غادي يدخلوا، اللي كبار هما اللي غادي يرضعوا بزاف، واللي صغار ما غاديش يقدروا يرضعوا مزيان، وهكا ما غتكونش عندهم الصحه باش يعيشوا من بعد. يعني هذه الطريقه مزيانه كتخلي انهم كاملين الخلفه كامله كترضع تقريبا
عارف انا اللي كنتحكم فيها، يعني في ما كنشوف شي واحد ارضع مزيان كلشي عندو مرات كنقول ليه بارك عليك خلي خوتك يرضعو حتى هما. هاد الطريقة خوتي من احسن الطرق اللي استعملتها ومع النتيجة زوينة بزاف الاشياء، حتى من بعد هاد الخلفة هادي اللي كتشوفو من بعد 15 يوم غنبقى نستعمل معاها تقريبا هاد الطريقة، غادي تشوفوا كيفاش غادي يولفوني كيف ما وليتكم وحدين اخرين قبل. حتى هما كنستعمل معاهم في حال هكا الطريقة، يعني من النهار الاول حتى بعد الفطام هكذا كل نهار كنجيبهم ليا 2 مرات في النهار بعد 15 يوم الاولى، ومورا 15 يوم الاولى كنجيبهم ليا مرة كل 24 ساعة، مكتبقاش كتردهم 2 مرات كتولي تردهم غير مرة واحدة بعد 15 يوم. كيف كتشوفوا خوتي نلف الدولة هذا بلا مشاكل بلا والو، نحافظوا على الخلفة ونحافظوا على الأم ديالهم وكل شيء خوتي. كيف كتشوفوا خوتي كتلقى الوليدات رضعوا الله ما مزيان تبارك الله، هكا كتعرفهم بلي رضعوا مزيان هادشي مزيان. اليوم كان داكشي متفاوت شوية بقاش خلينا شي وحدين يرضعو كلهم، هي تنعطيوها حتى هي الماكلة ديالها نسدو عليها بطي راسك. الوليدات ردوهم حتى هما لبلاصتهم، في هكا خوتي 2 مرات في النهار يعني واحد 3 دقائق ولا 5 دقائق يرضعو مزيان من الأم ديالهم، مثلا 3 د الأشياء 12 النهار و 12 الليل ولا 10 الصباح ولا 10 الليل، هكا كتكون كل مرة تجيبهم يرضعو واحد 2 دقائق ولا 3 و تردهم لبلاصتهم و تفطر الأم ديالهم حتى هي الماكلة، وهكا كيكون كلشي غادي مزيان كتحافظ على الخلفه كامله وكيرضعوا كاملين، وحتى الام ديالهم كتبقى ترونكيل ما تبقاش داخله خارجه. شكرا لكم ونتمنى الفيديو يعجبكم ويفيدكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.